العيون وصحه واعداء العين الرئيسيين لابد من التخلص منهم النهارده قبل بكره. واحد، السكر. السكر بيزود التهابات العين، بيسبب جفاف العين. اتنين، ضوء الشمس المباشر. ما ينفعش ما يبقاش عندك نظاره اصلي، النظارات الرخيصه ما بتوقفش الالترا فايلت. حاجه التالته، السهر. وما ادراكم ما السهر؟ هقول لكم على الدراسه اللي اتعملت على الاطفال اللي بيناموا كويس وفي اوضه ضلمه قد ايه بتحسن نظرهم. الحاجه اللي بعد كده، الكحوليات، وخصوصا الكحوليات المغشوشه بتسمم العين ويفقد نظره في خلال يعني 12 او 14 ساعه. اللي بيجي لنا بتسمم كحولي بيفقد نظره وما بيرجعلوش تاني. الحاجه اللي بعد كده الاخيره، الاجهزه الكهربائيه، كمبيوتر، موبايل، شاشه تلفزيون. نقمه هذا الجيل الموبايل باصص ليه؟ بيمحي النظر، عامل انقباض لعضله اللي هي بتضيق العين. وانت مقرب الموبايل ساعه ساعتين ثلاثه، شد ايدك كده، افضل شدد عضلتك ساعه اثنين ثلاثه اربعه خمسه، شوف العضله دي هيحصل فيها ايه. ده اللي انت بتعمله في عينك. هقول الحلول في الاخر. اهم واول فيتامين، فيتامين الف. العين ما بتشتغلش من غير فيتامين الف. فاكرين الجزر والارنب، الجزر والقرع والسويت بوتيت، البطاطا الحلوه مليانين فيتامين الف طبعا، والكبده. دول لو كلتهم، خلي بالك في حاجه مهمه قوي، لو انت عايز تاخد فيتامين الف، ما قلتش النقطه دي قبل كده، ما تاخدوش فيتامين الف، خدوا بيتا كاروتين اللي هو بيتحول في الجسم لفيتامين الف. لو خدت فيتامين الف كتير يتسمم جسمك، انما لو خدت بيتا كاروتين، شوف سبحان الله، الجسم يحول اللي هو عاوزه لفيتامين الف، ولما يكتفي ما يحولش تاني. غلش من غير الزنك، المحاريات ولب القرع مليانين زنك، او ناخد زنك من 25 ل 50 ملي جرام في اليوم لفيتامين الف والزنك، الاثنين دول مهمين بيكملوا بعض. الحاجه الثالثه، فيتامين ب كومبلكس. العين عايزه فيتامين، خلي بالكم، فيتامين ب واحد الثيامين، او اي حد بياكل سكر الثيامين بيقع، يعني بيستنفذ في هضم السكر. فيتامين الف كنت مهم اقولها، الناس اللي ما بتشوفش بالليل زود فيتامين الف، بالليل هتشوف احسن. الناس اللي عندها تحس ان في اجسام طايره، الذبابه الطايره، حافظ على عصير الجزر وكل قرع وكل بطاطا كتير، في خلال شهر او شهرين الاجسام الطايره، الذباب اللي انت شايفه ده هيروح، لان ده نقص فيتامين الف. ارجع للحاجه اللي بعد كده، الليوتين والذياذانسين، ودول اهم حاجه هتكلم عليهم النهارده. دول نوع من انواع الكاريتينويد، دي مركبات موجوده في النباتات، حوالي من 20 ل 30 كاريتينويد. اتنين بس، الليوتين والذياذانسين، لما الجسم ياخدهم يتركزوا في العين والمخ بنسبة 500% عن أي عضو آخر. الليوتين والذياذانسين موجودين فين؟ موجودين في الحاجات الخضراء، موجودين في البيض، موجودين في السلمون، والسلمون كمان فيه أوميجا 3 لسه هتكلم عليه. عن فيتامين سي مضاد أكسدة يبقى ينفع معانا، فيتامين إي مضاد أكسدة ينفع معانا. الحاجة الأخيرة، الأوميجا 3 مهم جدا للعين. الأسماك، السلمون، يا إما تاخد أوميجا 3. أوميجا 3 مش أوميجا 6، مش أوميجا 9، أوميجا 3 بس مهم للعين. فأنت لو كل أسبوع زودت الجزر وزودت القرع وزودت السويت بوتيتو اللي هي البطاطا الحلوة، زودت الأفوكادو والحاجات الخضراء، وكلت بيض وخصوصا الصفار، وكلت دارك شوكليت، جالك زياذانسين، جالك فيتامين ألف، جالك ليوتين، جالك فيتامين ب كومبلكس. لو زودت كمان الخميرة، الخميره الغذائيه، ده الاكل اللي تحبه العين. محافظة على العين ازاي؟ اول حاجه، اوعى تفرك عينك. لما تعمل كده انت بتكسر اوعيه دمويه. لو سمحت السهر، ابعد عن السهر خالص، ونام في اوضه كحل. اتكلمت على الكلام ده 100 مره. حاجه بعد كده، كمبيوتر نعمل ايه في الاجهزه؟ ده شغلنا. كل 45 دقيقه قوم، انت عامل شد، رخي كل 45 دقيقه. اشرب ميه، لان قله الميه بتعمل دراي في العين. عضلات عينك كلها لازم تتمرن، لازم كل يوم 5 دقايق لعينيك. ايه بقى اعمل ايه؟ تعمل عادي خالص، تبص لفوق وتثبت 30 ثانيه. بعد ال 30 ثانيه ما يخلصوا، تغمض عينك وتقوم باصص تحت، زقي قوي العضله كانك بتشيل حديد، زقي قوي 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 تحت. درب عينيك 30 ثانيه فوق، زق قوي 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 30. طبعا واحدة واحدة في الأول، ممكن تصدع، واحدة واحدة، مش مستعجلين، مش لازم 30 ثانية أول يوم، زي تمرين التنفس. تحت تحت أوي أوي. بعد ما تخلص ده اعمل بقى لفة كاملة لعينك، لفة كاملة، 5 لفات يمين و5 لفات شمال، 5 لفات يمين و5 لفات شمال، 3 أو 4 مرات، 5 دقايق طبعا، واحدة واحدة.